بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا بنات في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض فكرتين حلوين جدا. الفكره الثانيه هنأجلها شويه، ودلوقتي هنقول الفكره الاولى. الفكره الاولى دلوقتي ازاي الكابل ده كابل شاحن اهو مقطوع من الحته دي كده، وهنا ازاي هتصلحيه في البيت. الكابل ده بقى بحوالي 70 جنيه لو هو من الاوريجينال او الاصلي. طبعا هو ما بيجيش بالشكل ده كده، بس احنا دايما بنسحبه من الشاحن بالشكل ده كده. انت المفروض بتسحبيه بالشكل ده كده، تمسكي الجزء ده، وانا سايب لك الجزء ده عشان تمسكي منه الشاحن، ولما تيجي تسحبيه من التليفون ما تسحبوهوش من هنا كده، بتسحبيه من هنا. طيب خلينا احنا سحبناه بالشكل ده كده، وبعد كده هو باظ. طيب ده كابل قديم عندي اهو، هوريك هتصلحيه ازاي، وهيرجع زي الاول بالظبط وهيشحن حتى لو كان الجزء ده كده، بس المهم يكون الشعر السلك اللي جوه ده ما اتفصلش من بعضه. لو ما اتفصلش من بعضه هما تقريبا 3 او 4 سلوك اهم، المهم ما يكونوش اتفصلوا من بعض. طالما ما اتفصلش من الجزء ده خلاص مفيش مشكله، نقدر نصلح. هنصلحه مع بعض ازاي؟ دي حاجه اسمها تفلون. التفلون ده بيبقى موجود عند كل بتوع ادوات السباكه اهو، بيستعملوه بقى في الحنفيات ولزق البلاستيك ومش عارف ايه وكلام من ده. هو عباره عن بلاستيك او جلد ناعم كده بالشكل ده اهو. افتحي البكره كده بالشكل ده، البكره دي تقريبا كلها ب6 جنيه او حاجه زي كده، خليها عندك دايما. وهنبدا نلف على الجزء ده كده بالشكل ده كده كده بالشكل ده، ولفي الشاحن. حاولي يعني ايه تفرديها كده بالشكل ده، هي عريضة، تحاولي تخليها ما تتكشكش معاكي اهي. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا يعني نصلح الشيء اللي موجود في البيت علشان ما نشتريش حاجة من بره. لحظة واحدة بس اجيب مقص اهو. بصي كده بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده لفي بقى، بس حاولي ان انتي وانتي بتلفيه اهو بالشكل ده كده اهو، لفي كمية حلوة كده بالشكل ده اهو. بصي الجزء اللي كان متعري دوت خلاص ظبط اهو كده، وتعالي للاخر بقى ولفي، لفي كويس بس ما تشديش قوي علشان ما تقطعيش انت نفسك، ما تقطعيش السلك اللي جوه او الشعيرات اللي جوه اللي هي بتاعت السلك دي اهو بالشكل ده كده اهو. كده انت حافظتي على الكابل بتاع الشاحن. على فكره عمره في حياته ما هيسيب تاني، هو مش لازق بس هو بيطبع على شكل الحاجه اللي انت حطيتيه عليها، واكيد هو شيء قوي لان هما بيلفوه على المواسير البلاستيك والسباكه، حاجه السباكه والحاجات دي اهو. وفي الاخر انت بس مش هتحتاجي تقفليها على فكره وتلزقيها ولا حاجه، على فكره مش هيفتح تاني ولا اي حاجه خالص اهو. شايفه شكله بقى عامل ازاي؟ واضغطي بقى على الجزء الاخير ولفي كده. احنا عملنا بديل للجزء اللي هو اللي اتقطع بالشكل ده، او اللي اتقطع من هنا من الجزء ده اهو. اظن الفكره واضحه اهي قدامك. بصي بالشكل ده كده، انتي بالكابل ده اقل شيء وفرتيه وفرت 70 جنيه او 80 جنيه. الجزء ده بس من غير الراس دي، من غير ده الشاحن اللي هو اللي تبقى، تخيلي بقى لو شاحن اللي هو الاصلي بتاع الاوريجينال بتاع التليفونات ده، ده بقى بحوالي 200 جنيه دلوقتي، ده الاوريجينال. الكابل ده بقى ممكن يعمل له 100 جنيه والراس بتعمل حوالي 100 جنيه. انت كده حفظتي عليه اهو. الجزء التاني ده كمان انا هعمله، بس انا مش هوريه لكم بقى علشان خاطر ما اطولش عليك الفيديو اهو. بالشكل ده كده برضو، بصي بقى شكله عامل ازاي، شايفه؟ اظن واضح ليك جدا. خلاص كده عمره في حياته ما هيتفك ابدا، ولا هيجرى له اي حاجه تاني، ولا هيتقطع ولا اي حاجه اهي. ودي كده كانت فكرتنا الاولى. بصي بقى دي الفكره التانية، انا مش هقول لك بقى، مش هستنى لاخر الفيديو هقول لك الفكره ولازم تدخلي تشوفي وهقول لك في الاخر هنعمل ايه مع بعض. لا بالعكس، انا هقول لك النتيجه دلوقتي حالا وهقول لك ده عباره عن ايه. دي احنا دلوقتي هنحط زيت الزيتون، لازم يكون زيت زيتون. انا بصراحه ما عنديش زيت زيتون النهارده، فهستعمل الزيت العادي، بس انت حاولي على فكره ده شويه صغيرين من زيت الزيتون والباقي زيت من العادي. حاولي انت تستعملي الزيت العادي ده، انا خدته غليته لمده 2 دقيقة، وبعد ما بيتغلي اهو هحط عليه معلقتين من الدقيق.
طبعا انا هقول لك دلوقتي انت هتستعملي ده في ايه علشان لو الفكره ما عجبتكيش. اول حاجه ما تلزمكيش خلاص ما تكمليش الفيديو وتخلصي وقتك على الفاضي. دي بقى عباره عن عجينه اهو، معلقتين بتبقى النسب متساويه، معلقتين من الزيت، دول طلعوا 3 معالق من الزيت، هحط لهم كمان معلقه من الدقيق لان انا حطيت معلقتين بس من الدقيق اهو. شوفي كده، بصي وهنقلب بالشكل ده كده. فاكره بصراحه ست سوريه قالتها وانا عجبتني جدا جدا، وعلى فكره انا جربتها بصراحه عباره عن دواء. لايه بقى؟ ممكن لا قدر الله بعد الشر وانت بتقلي حاجه تطرطش زيت على ايديكي مثلا ولا حاجه، ولا طفل صغير مثلا لا قدر الله حاجه طرطشت على وشه ولا على ايده ولا اي حاجه. اهو بنعمل العجينه دي كده، زودي الدقيق لحد ما توصل معاكي العجينه. بصي بقى بعد ما عجنتها هي بقت بالشكل ده كده، عجينه بالشكل ده كده اهي كده بالشكل ده. هتحطيها في كيس في الفريزر وبعد كده هقول لك احنا هنعمل بيها ايه. اول حاجه خالص لو لا قدر الله جه الزيت طرطش على ايديكي مثلا ولا على وشك ولا اي حاجه، اول حاجه خالص هتبتدي تعمليها هتروحي تفتحي الحنفيه على ايديكي او على الجزء اللي طرطش عليه الزيت لمده 15 دقيقه. مده 15 دقيقه متواصل ميه من الحنفيه، اوعي تحطي ميه بتلج، لو حطيتي ميه بتلج المنطقه اللي حوالين الحرق هتلتهب. مش الحرق نفسه اللي هيلتهب، لا المنطقه اللي حوالين الحرق او حوالين نقط الزيت، الزيت بالذات هتلتهب. هتشغلي عليها الحنفيه لحد 15 دقيقه. طيب لو انت مش قادره تقفي او مش هتعملي كده او اي حاجه، هتجيبي فوطه وتبليها ميه من الحنفيه وبعد كده تعصريها وتبداي تحطيها، تشيليها كل 15 دقيقه او بمجرد ما تحسي ان الفوطه سخنت هتشد كل حاجه جوه الحرق واي وجع فيه، وهتلاقي الوجع بيروح شويه بشويه وهتلاقيكي بداتي ترتاحي. هنوقف نسيب العجينه دلوقتي بعد كده هقول لك هنعمل بيها ايه. طيب بعد كده لو انت لابسه خاتم، لو المنطقه دي لا قدر الله بعد الشر هي اتحرقت او ايديكي من هنا مثلا ولا حاجه وانت لابسه اسوره، لابسه خاتم، لابسه غويشه، لابسه اي حاجه، لازم تشيليها لان لا قدر الله بعد كده المنطقه دي هتورم، لما تورم مش هتقدري تطلعي الحاجه دي منها وهتحبس الدم تحتها وهتضايقك وهتتعبك زياده وهتلاقي حرقان زياده، وكمان المعدن هيتفاعل مع الحرق ومع الوجع. طيب بعد كده خلاص انت عملتي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي بقى، دي طبعا كانت في الفريزر يعني طالعه متلجه، هي طبعا ما بتتماسكش ما بتبقاش زي التلج بس بتطلع متلجه بالشكل ده كده. هتجيبي حته منها زي بالشكل ده، اعملي منها كميه وخليها عندك في البيت وتبداي تفرديها على الحرق بالشكل ده كده كده وتسيبيها. بدات تسخن، طالما بدات تسخن هتشيليها، هتشيليها من على ايدك وبعد كده تحطي حته ثانيه. طب القديمه دي هرميها؟ لا مش هترميها، هترجعها تاني الفريزر كده بالشكل ده كده وتحطيه غيرها. عايزه ترميها لو حاسه انها اتلوثت ولا حاجه عايزه ترميها مفيش مشكله، هم شويه زيت زيتون وشويه دقيق يعني مش حاجه ومش هتكلفك كتير. بصي بقى اقسم بالله هتلاقيها شدت الوجع بشكل مش طبيعي، الجرح مش هيلتهب خالص، مش هتحسي بوجع، مش هتحسي بحرقان. لو عملتي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي كلها على فكره الحرق هيتخفف لو بنسبه 80%، هيتبقى منه حاجه زي 20%. اي مرهم حروق هتستعمليه هيخلي لك الدنيا زي الفل، والعجينه دي اقسم بالله يا جماعه كنز كنز كنز. زيت الزيتون اصلا كده كده بيعالج الحروق وبيعالج كل حاجه، بس احنا ما ينفعش نحطه على الجلد بالشكل ده، فاحنا هنعمل العجينه دي وهنحطها في الفريزر وهنقطعها زي ما قلت لك لقطع او سيبيها زي ما هي، تقطعي قطع منها وتحطيها بعد كده تشيليها ما ترميهاش وتعينيها في الفريزر وخليها عندك دايما، علشان طبعا الاطفال انت عارفه بيعملوا حركات زي دي كتير وممكن لا قدر الله يتلسعوا ولا حاجه، فتبقي انت دايما جاهزه. هتعملي اللي انا قلت لك عليه بالظبط، راجعي الفيديو والحاجات اللي انا قلت لك عليها، الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي هتخفف الحرق بنسبه 80%. حاولي تراجعي الفيديو كويس وتشوفي كل الحاجات دي وخليكي حافظاها وخليكي جاهزه لاي موقف لا قدر الله بعد الشر يحصل لك في البيت زي ده، لحد حتى ما تقدري تروحي لدكتور ولا حاجه، كل ده تعامل مع الحروق من الدرجه الاولى. وربنا يعافينا جميعا يا رب ويحفظنا ويحفظ اولادنا. اتمنى اكون قدرت افيدك في الفيديو ده، وكل سنه وانتم طيبين في امان الله.